برأي وزارة التجارة، لأن أغلب فئات الشعب العراقي تحتاج على المواد الغذائية، لأن الناس كادحين فقراء يعني بصراحة. فنطالب يعني زيادة الحصة التموينية، إضافة مفردات إلى أخرى. كل القطاعات، كل القطاعات عامة، فبس لازم بيد ناس أمينين، بيد ناس أمينين أهم نقطة، ونزيهين ويخافون الله. الأكثر أنا برأيي إنه وزارة الصحة زين اللي هي تحتاج هذا الشيء. الموازنة لازم يصير بها الأمور، الاهتمام للقطاع المصرفي، لأن بقطاع المصرفي يصير نمو بالبلد أكثر وتطور، وأشوف إنه هذا الشيء أحسن.